هلو هلو بالصبايا الحلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. رمضان كريم، يلا صلنا على اخره. كل سنة وانتم بخير يا رب، وكل رمضان وانتم بألف خير. ان شاء الله اليوم رح نعمل مع بعض اكلة مغربية 100%، وهي البسطيلة. البسطيلة بتجي نوعين، نوع بجاج ونوع بسمك. اللي بسمك بتجي حارة وبتجي عادي يعني بملح، اللي بجاج بتجي فيها شوي نكهة سكر، يعني بنحط فيها سكر، بنحط فيها لوز، فهيديك بتجي ميكس أكتر على المالح والحلو. بس على العموم طيبة وشهية، لازم تجربوهن الاثنين. اليوم رح نعمل مع بعض لبس سمك. أول شي رح نحتاج شريمب، كالامار، انا نقعته بالحليب بس لحتى يستوي معي وما يشد، شعريه صينيه. الشعريه الصينيه جبتها علبه، حطيتها بمي غليانه لمده 5 دقائق، وبعدين صفيتها وقطعتها بهذا الشكل بمقص المطبخ. سهل يعني، ما بتاخد وقت. كمان بنحتاج شوية جبنة، جبنة بتضل اختيار، اللي بيحب نكهتها في حطها. وسمك، صدور سمك. انا صدور سمك هون شو عملت فيهم؟ اول شي نفس التتبيل اللي رح تبل فيهم عملتهم اوريدي، يعني دهنتهم بالتتبيل وحطيتهم بالفرن بس لحتى اختصر الوقت. انتو فيكن تستويهم بنفس الطريقة اللي رح ستوي هلأ فيها باقي المكونات. بنحتاج كمان لبقدونس لنص حامضة وحصين ثوم. بالنسبة للبهارات عنا كمون، شوية كركم، فلفل حار، فلفل أسود، وبابريكا، أكيد الملح، وزيت زيتون. هون أنا حسب وين ساكنين وشو بيتوفر عندكم، هي بتنعمل بعجينة البقلاوة أو بعجينة الجلاش. أول شي نبدأ على بركة الله. أول شي رح نعمله رح نحط البقدونس والحامض والثوم والبهارات وشوية زيت زيتون. ملح، وبنخلط الكل بالخلاط وبرجع لكم. هيك بعد ما صار معنا الخليط خلطناه، اول شيء صفيت الكالامار من الحليب وراح تبله بالتتبيل اللي طحنته. نفس الشيء راح اعمل للشريم. وكمان للشعرية. هلا رح نروح نستوي كله مع بعضه لحتى نبدأ بمرحلة الحشي. هلا رح نحط، أول شي حطيت قطعة زبدة بس تدوب شوي، بنضيف عليها الكالامار. أول شي بنحط الكالامار، بعد ما استوى معنا الكالامار هيك حسينا استوى، بنضيف الشريمب لانه الشريمب ما بياخد كثير وقت لحتى يستوي.
هيك بعد ما تغير لونه للشريمب يعني بيكون استوى، راح نضيف الشعريه ونضيف ستور السمك، نحاول هيك نقطعه هون بالملعقة، هلا راح نضيف الجبنة. صبايا انا نسيت ما صورت لكم، نحن بنحط فيه زيتون اخضر او اسود مقطع، بس هيك بنحركهم لمدة دقيقة بس لحتى يختلطوا كل المكونات، وهيك بتكون حشوتنا جاهزة ومنبلش بالحشي. وصبايا هلا اخر مرحلة، هلا هيك بتجي عجينة الكلاش او البسطيلة. اول شي رح ياخد ورقة واحدة اعملها على طبقتين، لانه انا هيدا الحجم اللي رح اعمله، انتو فيكم تعملوا اي حجم بتحبوا. رح ادهنها بخليط زبدة وزيت، دوبت زبدة وزودت عليها زيت، هون كمان الكاسة او اي شي هيك شكله دائري لحتى يعطيكم الشكل الدائري. نحط الحشوة. بالنسبة للحجم بتقدروا تعملوا اي حجم بدكم، صغير كبير، حتى فيكم تعملوا وحدة كبيرة، احنا بالاعراس عنا يعني بيعملوا وحدة كبيرة، بس هيك هي بتجي للطاولة هيك شكلها حلو بالطاولة سفرة الضيوف. وبهاي الطريقة أنا بسكرها، يعني بجيب طرف بطرف بدهنها بزبدة، لحتى لأنه نحنا ما منقليها بتنحط بالفرن ولحتى تطلع مقرمشة. هيك بيجي شكلها. رح أجرب معكم وحدة تانية، هعمل معكم واحدة تانية.